هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في الثالث من الشهر الماضي. وأعرب بوتين في برقية تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه، وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وأنهما قادرتان رغم الاختلافات إلى حل العديد من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم الآن. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الروسية موسكو تيمور دويدار المحلل السياسي. سيد تيمور مساء الخير وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة. كيف يمكن أن نقرأ هذه الرسالة وهذه البرقية التي صادرت من الرئيس الروسي إلى الرئيس المنتخب جو بايدن؟ هل يمكن أن نقرأها في سياق فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة؟ تحياتي سيدتي. للأسف العلاقات متدهورة لدرجة يعني تحت الصفر. هذه البرقية ربما برقية دبلوماسية حين صدر قرار من الناخبين الأمريكيين بفوز السيد بايدن، لأن لاحظنا أن يعني السيد بوتين لم يكن ضمن الذين هرولوا لتهنئته حينما يعني تم معرفة أن المفر يعني ترامب سوف يترك منصبه. هل روسيا كانت تفضل ترامب عن بايدن؟ أفندم؟ هل روسيا كانت تفضل الرئيس الحالي دونالد ترامب عن بايدن؟ طبعا طبعا بالطبع روسيا كانت تفضل ترامب. ترامب صراحة قام بالكثير من رغم العقوبات ضد روسيا، رغم كل هذا التوتر، ترامب كان يهدئ الأمور في الكونغرس الأمريكي ضد روسيا، كان يصد بعض القرارات التي كانت قد تضر ب الاقتصاد الروسي، بالرغم أعيد كررنا بالرغم مما حدث، لكن مع ظهور السيد بايدن وفريقه هناك سوف يتم ربما المزيد من الضغط على الكرملين ومزيد من التجمد في العلاقات الروسية الأمريكية، في حين أن هذا نفسه سوف يكون إيجابي لبداية التحرك لحل الأزمة في العلاقات بين البلدين. طيب أنت ربما كنت تراهن أو روسيا بشكل عام كانت تراهن على ترامب في تحسين العلاقات، على الأقل على ثبات هذه العلاقات على نفس المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، لكن في السنوات الأخيرة في فترة تولي ترامب مسؤولية الولايات المتحدة هناك الكثير من الاتفاقيات التي انسحب منها ترامب العسكرية تحديدا مع روسيا، وبالتالي لماذا هذا التعويل على ترامب في تحسين هذه العلاقات؟ نعم، العسكرية بين البلدين ثم من اتفاقية باريس ثم يعني كنت أعني العلاقات الثنائية الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالتسليح التجارب النووية وخلافه. نعم نعم، لكن كلها متصلة ببعض، يعني باقي الاتفاقيات التي أنا ذكرتها بخصوص إيران وباريس كلها كل هذه الاتفاقيات كلها نووية ومتصلة ببعض ومتصلة بالأمن العالمي الذي ضرب به عرض الحائط السيد ترامب في استراتيجيته التي أعلنها بعد توليه كرسي القيادة الأمريكية. بالرغم ما حدث، لأن ما حدث هو نقطة تحول، يعني ليست العلاقات فعلا كما ذكرت متدهورة، لكن عندما يتم الخروج من اتفاقية يتم إبرام اتفاقية جديدة، هي نقطة تحول جديدة. مع الإدارة القادمة لا يوجد أي تفاؤل من موسكو تجاه واشنطن في التحسين، لكن أنا في رأيي الشخصي أنها سوف تكون أيضا نقطة تحول، وربما كان نسميها بقعة. نعم. بقعة التحول. وصلت الفكرة في هذه النقطة. السيد تيمور دويدار المحلل السياسي شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، كنت معنا من موسكو.